هنا ببلدية البسباس بولاية بسكرة، وعبر أطرافها الصحراوية تتم تربية كباش أولاد جلال في منطقة تعد مهدا نقيا لهذه السلالة ذات الخصائص المتعددة والتي تتلائم مع بيئة المنطقة. هنا موطن سلالة أولاد جلال، كبش أولاد جلال، اكتشف عام 1932، اكتشفه العالم الوراثة الفرنسي وعطى المظهر المورفولوجي الخارجي للكبش أولاد جلال. قد ما من بعد من ولاية أولاد جلال تبدا تنقص السلالة، نقاوة السلالة، مثلا نقاوة السلالة في المسيلة مخلطة مع أولاد جلال، مثلا تعظميت تاع الجلفة مخلطة مع تاع أولاد جلال، لكن النقاوة اللي هي سلالة نقية 100% هي وجدوها في بلدية البسباس ولاية أولاد جلال. الأم ديما تعطي 75% إذا كانت خلطت بكبش واحد أخر، إذا كان نعجة أولاد جلال تعطي المرة الأولى 75%، المرة الثانية تعطي 50%، المرة الثالثة تعطي 25%، ثم تخرج سلالة واحدة أخرى، هجائن واحدة أخرى. يعرف عن كبش أولاد جلال بأن تربيته تتطلب مساحات شاسعة يتنقل فيها ولا يقبل العيش في منطقة مغلقة. ووفق آخر الدراسات التي أجريت على السلالة، فإن كبش أولاد جلال كلما ابتعد عن المنطقة كلما نقصت درجة نقاوته. كذلك اللحم تاع سلالة أولاد جلال دارت عليه جميع الجامعات تاع الجزائر، خاصة جامعة تلمسان وجامعة البوليدة وجامعة باتنا، على اللوغو تاع اللحم تاع أولاد جلال، لأنه هو مربوط بأشعة الشمس. نعجة أولاد جلال ما تعيش في كوري ولا في اسطابل، ولا تعيش دائما في فضاء مفتوح ومعرضة للشمس على طوال السنة. من أجل الحفاظ على سلالة أولاد جلال يجب تدخل جميع الأطراف، موالين ومربين ومصالح بيطرية، من ناحية المرافقة الصحية والوقاية من الأمراض، وكذلك تشجيع الإنتاج الحيواني وتكاثر هذه السلالة، وهذا بعدم خلطها ما بين السلالات، المحافظة على السلالة، نقاوة السلالة. سلالة كباش أولاد جلال واحدة من السلالات المحلية الآيلة للاندثار، يستلزم اليوم على الجميع المحافظة عليها وتقديم رعاية خاصة لها للحفاظ على السلالة المحلية.